اخبار فريقنا دلوقتي. ناخدكم لجولة عالمية صباحية ونروح لفقرة نهارك عالمي. نبدأ نهارنا العالمي من الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، وفيها حقق صن داونز الفوز الثاني ليه في المجموعة على حساب القطن الكاميروني ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة اللي أقيمت على أرض القطن في الكاميرون. صن داونز رفع رصيده ل6 نقاط في صدارة المجموعة بعد ما حققوا انتصارين، كان أولهم على الهلال السوداني بهدف نظيف في الجولة الماضية. كمان نجح شبيبة القبائل الجزائري في تحقيق فوز مهم ومفاجئ على حساب الوداد البيضاوي حامل اللقب البطولة. هدف الشبيبة الوحيد سجله قائد الفريق بدر الدين سوياد في الدقيقة 87 عشان يرتفع رصيد شبيبة ل4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى. وكان الشبيبة تعادل مع بيترو أتلتيكو الأنجولي في مباراة الجولة الأولى خارج الديار. الوداد حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، كانت مباراته الأولى ضد فيتا كلوب اتأجلت بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.